يعني أكل الوالدة ولا ينشبع منه، يجنن. الله يديمك أمي. ألف عافية يا حبيبتي، هذا جدا بسيط. هذا كبير عندي. نقولها راسك عالي. متابعين شهود الجميلة.
حياتي. اقول فازك شو طلب؟ لا 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 الطلب لا طلع اسبوع دمرتني ايه ثاني من النوع اللي والله ما لحق ما لحق زين ليش هسه نطتني مو على هي الطلة الجميلة والعلاقة والرشاقة لا تستحقي يعني والله يلا خلاص لازم تفطر لا يلا لازم تنزلين 5 كيلو اي يعني بدي انزل وبعد بعد نحرقهم حرق يعني شو اقول لك اللبس نامي عصدري وتعيش انت الغمر الليلي حياتي رح يطول